تحدي، غموض، مغامرة، هكذا يمكن أن نصف عالم التحديات والألعاب على تطبيقات السوشيال ميديا أو التيك توك. هذا العالم المخيف الذي يغري الأطفال والمراهقين لاكتشاف أسراره والدخول في مغاراته، وللأسف قد لا يحمل الأمر لهم المتعة والتسلية التي ينتظرونها، بل تخدعهم التجربة فيجدوا أنفسهم على أعتاب عالم الضحايا والموتى. ومن هذه الألعاب والتحديات المميتة على التيك توك تحدي كتم الأنفاس، وتقوم فكرته أن يقوم الشخص بالتنفس بسرعة ثم كتم نفسه، ويتجمع حوله زملاؤه الذين يقومون بالضغط على صدره ومنطقة القلب، وهو أمر يهدد حياة الشخص ويعرضه للإغماء في دقائق معدودة نتيجة عدم وصول الأكسجين للمخ والقلب. وكذلك تحدي القفز للأعلى، هو تحدي يكون عن طريقة أن يحمل مجموعة من الشباب شخصاً آخر ويلقوه لأعلى ويتركوه ينزل على الأرض، مما يعرضه بالتأكيد لمخاطر عديدة. ومن الألعاب المميتة أيضاً لعبة تشارلي، وتعتمد اللعبة على استدعاء روح شيطان يسمى تشارلي وتوجيه أسئلة له وانتظار أن يجيب الشيطان بنعم أم لا. لا تتوقف القائمة عند هذا الحد، بل هناك ألعاب أخرى كالحوت الأزرق ولعبة مومو وغيرها من الألعاب. وإن اختلفت هذه الألعاب في مسمياتها، إلا أنها تشترك جميعاً في حجم الخطر الذي تشكله على شبابنا.